السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفرجت في الحلقات الأولين ديال جوج مسلسلات مغربية، كاينة ظروف المكتوب، وهذه بعض الملاحظات على هذ العملين. أولا خصني نكون إما جحود إما حقود إما عدمي إما كاره للوطن باش ما نعترفش بكل محبة وتقدير بثلاثة ديال الميزات. أولا هاد المسلسلات بجوج فيهم أناقة ومهنية عالية جدا من حيث التصوير، تنقصد لا ديريكسيون فوتو اللي تيكون مشرف عليها هو مدير تصوير تحت إدارة المخرج. تحية لكم جميعا. شفنا كادراج نقي، كومبوزيسيون ديماج مخدومة، ديكوباج تكنيك فيه مجهود كبير جدا. بكري كان المخرج باش يزرب في المشاهد تحط الكاميرا فيكس وتنساها، وإما تدير كاميرا إيبول وتدير واحد تصوير قريب للتصوير ديال العراس اللي ماشي جودة عالية. الميزة الثانية الأداء ديال معظم الممثلين والممثلات كان أداء رزين مقنع جدا جدا جدا، باستثناء بعض المشاهد كانوا بغي يدخلوا فيها الكوميديا وسط الدراما ولكن للأسف ما صدقتش. أرفعوا القبعة لجميع الممثلات والممثلين على هذا الأداء المشرف جدا جدا، وما نسوش الخدمة اللي داروها المخرجين، تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحة. الميزة الثالثة أنا ركزت على الحلقات الخمسة الأولى ديال المسلسلين المذكورين. مبدئيا ثلاثة الحلقات الأولين كافيين باش نفهموا مجموعة ديال الحوايج على أي مسلسل. واش دراما ولا كوميديا؟ أش من نوع ديال الدراما؟ أش من نوع ديال الكوميديا؟ الشخوص الرئيسية، الديكورات الرئيسية، القصة الرئيسية. ولكن باش تعرف واش القصة تتطور عبر الحلقات ولا تدور غير في بلاصتها خصك تشوف من الحلقة واحد حتى الحلقة 30، وهذا ماشي هو الموضوع ديالنا. خلاصة أولية، كاين تقدم كبير على مستوى الكتابة الدرامية، برافو عليكم. دابا اسمحوا لي فين عندي الإشكال. أولا في الديكور، تنطلب من التلفازات المغربية ومن المخرجين المذكورين ومن غيرهم يديروا معايا التمرين التالي. خذوا الحلقات الأولين ديال كاينة ظروف وديال المكتوب وحيدوا الصوت، قرأوا الصورة، شوفوا الصور، جاوبوني الله يحفظكم، حنا فين؟ اش من بلاد حنا؟ اعطيو البراني يشوف الصوره. الا كان الجواب 100% هو حنا في المغرب، نقول لكم برافو عليكم. الا واحد قال لنا حنا راه في تركيا، واحد قال حنا في شي دوله عربيه وكاين شكون هي الله اعلم، حنا في المكسيك. في هذه الحاله حنا عندنا مشكل في الهويه ديال المسلسل، في الجنسيه ديال المسلسل. يا صناع الدراما في المغرب، الا ما فهمتوش هذا التمرين نديروه بالمقلوب. خذوا الحلقات الاولى ديال المسلسلات المصريه تعرضوا حاليا، حيدوا الصوت، قرأوا الصوره، جاوبوني الله يحفظكم حنا فين. الاغلبيه ديال المسلسلات غيجاوبونا حنا في مصر. علاش؟ حيت الصوره ديال المسلسل تتغوت في وجهنا وتتقول حنا في مصر، حنا في الحاره المصريه، وهذه وجوه ديال الشعب المصري. حنا الصوره في المسلسل المغربي دايره بحال اللغز، لغز تيقول لينا اللي عرفنا فين حنا يربح فوطه صفراء. الف تركيا، باء فرنسا، جيم الله اعلم. يا صناع الدراما في المغرب، دخلنا عليكم بالله وبالوطني المشترك. واش حنا في المغرب ما عندناش الزنقه، ما عندناش الدرب، ما عندناش الحومه، ما عندناش الحاره بحال الحارات ديال مصر وديال سوريا كديكور، سواء كان هذا الديكور ديكور حقيقي ولا ديكور مصيب مصنوع. ما عندناش ياك وسط من الدرب والزنقه في المغرب، ما عندناش مول الحانوت، حمام ديال العيالات، حمام ديال الرجاله، حلاق، كوافوره، وسيعه ديال الكره، فران، سويقه، مول الفراشه، سيكليس، غيار، مول بوكاديوس، شوافه، بزنازه، قرابه، مسجد. بين قوسين ما عندناش في المغرب مساجد بحال مصر وسوريا، ما عندناش جوامع ديال الدرب، ما عندناش الاسلام المعتدل، ما عندناش المذهب المالكي، ما عندناش الزوايا الصوفيه. حنا المغاربه عندنا تاريخ ولا طحنا من السقف؟ ما عندناش الهمزيه والبرده، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. علاش ما تتبينوش المغرب حقيقي الشعبي؟ حيت عارفين ديكورات بحال هادو فيهم مواضيع شعبيه حقيقيه، وانتم بان لي بحال ما عندكمش مع الحقيقه، ربما عندكم غير مع التمويه، فوتوشوب، العكر على الخنونه، الفيترينه مزوقه والسلعه مغشوشه. هذا المغرب اللي تتبينوا في الصوره فيه غير الفيلات، الشعر بالكيراتين، هوليوود سمايل، اللبس الواعر، الحديد الواعر، الخدامه مازال تتقول سيدي ولا لا. هذا المغرب اللي في الصوره
ما فيش الفقر، ما فيش تهميش، ما فيش غلاء المعيشة، الفساد، الحراقة، المحامون المرسبون، الأمازيغي، المعلم المحقور، المعاق المنسي، الطبقة الوسطى المنقرضة، المغرب العميق، الريف، الجبل، البير الواكح، الصحراء الغالية، وزيد وزيد. يمكن أنا ما بغيتهمش يبينوا الفيلات حيث أنا وجه الفقر. لا سيدي، بينوا الفيلات، الفيلا جزء من المغرب، ولين حتى الكريانات جزء من المغرب. المدن القديمة، الدواور، الجبل، مبينين عائلة شعبية تصرف عليها شيفور ديال الطاكسي، عايشين في رياض تساوي مليار ولا جوج. على من تضحكوا؟ الغريب هو أنه في السينما تسمحوا لينا نبينوا الفقر، الكريانات، عاليزاوة، الخليجيين، الدعارة، بوزبال، الوجه الشاحبة البائسة، الفم المردومة الفقيرة التعيسة. وفي التلفازة ما مسموحش لك تبين المغرب حقيقي، المغرب المتنوع. أمرين الدار، المغرب راه أمة متنوعة، ماشي إقامة فيها البرتمات يتشابهوا في طريق زعير. إذا كان لابد من المنع والتحكم في الصورة، قولوا السينما والتلفازة معا ما تبينوش لنا الفقر ديال المغرب. إلى أن نلتقي في نقاش قادم بإذن الله، نخليكم تفكروا معايا في السؤال التالي. أعطوني شخصية واحدة، أن سول بيرسوناج، يكون رجل ولا امرأة، داز في المسلسلات المغربية ديال هذا العام أو ديال العام اللي فات شخصية بالمعايير التالية: مغربي ولا مغربية، مثقف، ناجح اجتماعيا، واعي جدا، متدين تدينا معتدلا، وطني حر، صاحب رسالة وطنية، شخصية ثقيلة بناءة، قادرة باش تانسبيري هذا العصر، عصر ديال التفاهة. اللي لقاها الشخصية بهاد المواصفات في المسلسلات المغربية غير بحفوطة صفراء مهدات من دوزام وأخواتها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.